السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير، اتمنى يكون الكورس بدأ تحسوا بشوية استمتاع كده في الجزء بتاع داتا موديلينج. النهارده ان شاء الله معانا نيو دايمنشن تايب اسمه المالتي فاليود دايمنشن تايب. حلو، في ناس بتقول اللي هو الهاندلنج بتاع الميني تو ميني دايمنشن. طيب ايه بقى المالتي فاليود دايمنشن تايب ده؟ احيانا بيبقى عندنا الريليشن شيب ما بين الممبر والفاكت هي ميني تو ميني. ميني تو ميني معناها ايه؟ معناها الدايمنشن هو عنده lower granularity than the fact، يعني الدايمنشن ليفل بتاعه اقل من الفاكت. يعني مثال يعني ان الدايمنشن مثلا المفروض جواه author مثلا author مثلا، وان الفاكت بيبص على سيلز، والسيلز دي بتقدم اكتر من اوثر، يعني جروب اوف اوثرز مثلا. حلو، طيب ايه المثال التاني؟ ممكن مثلا ان انا بتشيك حاجه اعلى مثلا ستودنت مثلا والميجرز، هنشوف الاكزامبلز بعد شويه. طيب الفكره هنا ايه هي المشكله؟ طيب ايه يعني ليه بقى ان الدايمنشن يكون lower granularity than the fact؟ فيها مشكله لان العلاقه بين الدايمنشن والفاكتورز تكون 1 تو 1. ما ينفعش ان الدايمنشن، لو احنا الدايمنشن بقت ميني تو 1، يعني في اكتر من element في duplicate في الدايمنشن بنجوينها مع الفاكت كده، الفاكت هيطلع duplicate results، فبالتالي بقى في مشكله. هنا نيجي بقى لحته عشان نحل المشكله دي. عندنا حاجه اسمها او بانتروديوس حاجه دي اسمها البيرج تيبل. البيرج تيبل ده مش هو المالتي فاليو دايمنشن، عشان ما يحصلش غلط. البيرج تيبل ده هو السوليوشن او هو التكنيك اللي بنستخدمه عشان نحل مشكله الميني تو ميني. طيب بنعمل ايه بقى في مثلا البيج تيبل ده ليه؟ قلنا عشان نقلل نجوين ما بين الدايمنشن اللي هو المالتي فاليو دايمنشن والفاكت. طيب اكزامبل الكلام ده، قلنا مثلا مثال عندنا بيشنت ليه اكتر من دايجنوز، عندنا ستودنت كان هاف مالتيبل ميجرز، عندنا مثلا كاستمر عنده اكتر من اكونت، عندنا اوثر عنده اكتر من بابليكيشن. طيب تعال ناخد مثال اوثر وبابليكيشن. طيب احنا عندنا مثال عايزين نحسب سيلز اوف ارتكلز. طيب احنا عندنا هنا خلينا نفترض ان احنا عايزين نحسب السيلز اوف ارتكل، وكل ارتكل ممكن يكون ليه اكتر من اوثر. طيب كل اوثر بيبقى ليه ويت في الارتكل، يعني مثلا ويت فاكتور. خلينا نقول مثلا انا الوحيد او الاوثر الوحيد في الارتكل ده، هبقى الويتنج فاكتور بتاعي واحد. طب لو انا مثلا معايا واحد تاني ممكن يكون 50-50، او تكون مثلا 40% اوف 60% اللي هي معناها 4 من 10 6 من 10 مثلا. طيب دي النقطه الثانيه. طيب بالنسبه، طب بناء على المعلومتين دول احنا تعالوا نتخيل عايزين ناسوشيت الارتكلز والاوثرز في تيبل جديد نسميه الارتكل سيلز. ازاي هنموديل دي؟ واحنا هناخدها ستيبس، يعني نفكر سوا، مش هديكوا سوليوشن مره واحده، هنفكر سوا مع بعض نبني الموديل حته حته عشان نفهم المالتي فاليو ده جه ازاي. طيب برضو خلينا ناخد اكزامبل هنا، اكزامبل ويز داتا. في التيبل دهوت اللي هو اول تيبل على اليمين، عندنا هنا اوثرز، خلينا نفترض مصطفى واحمد وعمر. الاي دي بتاعت الاي ديز بتاعتهم 1 2 3 2 3 4 3 4 5، وعندنا 2 ارتكلز. 1 ارتكل مثلا الاي دي بتاعه دبل 1 ودبل، والارتكل الثاني دبل 2. ماشي. طيب المثال بيقول ايه؟ بيقول افترض ان مصطفى هو الاوثر الوحيد بتاع الارتكل الاول بتاع اي تريبل اي، وان احمد وعم هم الاوثرز التانيين بتوعهم الاي سي ام. ماشي. طيب هنحل ازاي المشكله دي؟ تعالوا نفكر كده، ناخد امبلمنتيشن. الامبلمنتيشن ده مش صح، بس تعالوا نفكر سوا لو عملنا بالشكل ده ايه اللي هيحصل. طبعا تخيل ان احنا عندنا ارتكلز وعندنا الاوثرز وعندنا هنا الايه الارتكل سيلز. طيب احنا عايزين هنا نعمل ايه ونفكر سوا؟ عايزين نجوين دول سوا عشان نجيب نحسب السيلز. فاللي حصل هنا ايه؟ بقى عندي الاي دي، الاي دي بتاع التيبل بتاع ارتكل سيلز، وعندنا الاوثر اي دي، وعندنا ارتكل اي دي. المعلومات الثانيه مش مهمه قوي، بس يعني هي السيلز ديت والكوانتيتي واليونت برايس توتال برايس. طيب ايه الاوتبوت بتاع ده؟ بوز الفيديو كده وتعالى نفكر سوا. ايه الاوتبوت؟ يعني بيزد على الداتا دي ايه الاوتبوت اكسبكتد في التيبل ده؟ طيب بنجوين
هيبقى عندي هنا مصطفى هنجوين مع ده فيبقى عندي 1 تو 1 فبالتالي هيبقى عندي ايه 1 ريكورد اوتبوت اوف ده. طيب بالنسبه للتاني هيبقى عندي هنا ماجوين احمد وعم مع الارتكل اللي هو 2 2 ده هيبقى بالتالي هيبقى عندي ايه 2 ريكورد فبالتالي الاوتبوت فاكت هيبقى ايه 3 ريكورد هنا اوكي 3 ريكوردز اوكي. طيب الاوتبوت فاكت ده كده غلط ليه؟ لان انا كده بقى عندي ان هو في اول واحد مظبوط عندي ارتكل واحد ده مصطفى والكونت اوت 3 التوتال برايس مظبوط والتوتال اوردر مظبوط. طيب تعالوا نتخيل بقى او المثال هنا التاني هنا عندنا الاسر الاولاني احمد وعم الاثنين هنا نفس الارتكل متباع ونفس الكوانتيتي ونفس البرايس نفس السيلز بس هنا بقى ايه بقى دوبليكيت ليه؟ لان انا عندي تو اوثرز اسوشيتد ويز وان ارتكل بقت مشكله. خدت بالك يعني ليه في مشكله؟ ما عايز افهم المشكله ليه في مشكله عشان الحته دي انت عندك دوبليكيت الداتا دلوقتي انا كبزنس لو باخد منك ريبورت ده في غلطه وموضوع كلير. طيب ايه المشكله في الديزاين ده؟ تعال نفكر سوا ايه المشكله. اول مشكله ان انا دلوقتي مثلا على الديزاين ده انا مش قادر اجيب الويتنج فاكتور انت مش مديني اي فلكسبيليتي ان احط الويتنج فاكتور بتاع كل اوثر. طيب ايه المشكله الثانيه؟ الدوبليكيت اوف روز ان احنا دلوقتي عندنا روز دوبليكيت هنا فالريزلت النهائي يطلع مش مظبوطه. طيب هنحل المشكله ازاي؟ تعال نفكر سوا. ممكن احد الحلول ان احنا مثلا نبدا انتروديوس الاوثر جروب ان انا مثلا اوثر جروب ريليشن ان انا اعمل ريليشن ما بين الاوثر وبعض ماشي. فان انا هعمل مثلا حاجه اسمها اوثر جروب ريليشن انا هعمل اي دي الاي دي ده بيلم الجروب بتاع الاوثرز تحتيه وندي كل واحد فيهم ويت. طيب تعال نشوف اللي هيحصل هنا. بقى عندي الاوثر في تيبل جديد هنا اسمه ايه اوثر جروب ريليشن كونكتد مع الاوثر وايه وبقى عندي هنا الاوثر اي دي والويتنج فاكتور في هنا باك صغير المفروض في هنا اي ويتنج بس خلينا نخش هنا هي ويتنج فاكتور اوكي. طيب الويتنج فاكتور هنا بقى ايه ممكن يبقى يديني السماحيه ان انا اقدر ادي ويت لكل اوثر بيزد على الارتكل بتاعه بيزد على الجروب اللي هو هيكونكت بيه فبالتالي اقدر دلوقتي عن طريق الاوثر جروب اكونكت مع السيلز وكونكت مع الارتكل. طيب تعال نشوف الاوتبوت. الاوتبوت زي ما هو تقريبا بس بقى عندنا اي ديز جديده للاوثر جروب هنا 321 وهنا 432 432. فمحل دلوقتي ايه اللي اتحل عندي؟ اتحل اول مشكله بقى قادر احط الويتنج. الويتنج عندي كانت حل بقى عندي حل للويتنج ان انا ازاي اقدر ايدنتيفاي الويتنج بيزد على الاوثر جروب ريليشن اي دي. بس هل الدوبليك اتحلت؟ لا ستيل اتس باج دي كان باج معروفه طبعا. طيب ايه الحل؟ انا عايز نفكر سوا ايه الحل؟ ايه الحل؟ البريدج تيبل. ايه بقى البريدج تيبل؟ تعالوا نروح على السلايد بعدها. بريدج تيبل سيمبل ان انا سيمبلي ان انا هحط بريدج تيبل اللي هو الاوثر جروب ده هيبقى فيه الديستنكت اي ديز. انا هنا حاطط بس اي دي ممكن يبقى فيه كولمز ثانيه بس فور سمبلستي انا حاطط 1 كولوم هي فيه الديستنكت اي ديز من الاوثر جروب ريليشن وكونكته هنا. طيب ايه بقى الميزه في الحل ده؟ هو ده البريدج شايفينه هو كوبري يعني هو بريدج يعني كوبري انا عارف الناس كلها عارفاه يعني هو فعلا هو كوبري بس عشان نتخطى حته المالتي هنا انه يبقى سنجل ويدخلني هنا تاني يبقى سنجل فبقى عندي وقت 1 تو 1 وهنا بقت ايه 1 تو ميني. طيب بقى ايه الاوتبوت هنا؟ بقى عندي اوثر جروب اي دي واحد والاوثر اوثر جروب اي دي واحد هنا لمصطفى وهنا المجموعه الثانيه اي سي ام بقى واحد اشتغل صح؟ طيب هي دي فكره المالتي فاليود المالتي فاليود دايمنشن. اتمنى تكون واضحه. انا قصدت ان انا ما اديش الحل النهائي ده على طول. فكره الحل النهائي ايه؟ وانا عايز اوضحها هنا. الحل النهائي هنا ان انا حليت مشكله الدوبليكيت باستخدام البريدج تيبل. البريدج تيبل مش هو المالتي دايمنشن هو تكنيك ممكن نستخدمه في حاجات ثانيه كتير انا بس عايز بس ايه يحصل خلط. احنا هدفنا ايه في الحته دي؟ رقم واحد ان احنا نفهم امتى نستخدمه. رقم اثنين لما نلاقي علاقه ميني تو ميني مع الفاكت تعرف في حاجه غلط. الحاجه الثالثه ان احنا نعرف ازاي نفهم المشكله ونبني المشكله حته حته. ودايما من ضمن البيست براكتس انك انت تبدا تفكر في الحل ازاي انك تبدا يعني تسيميوليت سامبل داتا كده وتبدا تحاول تشوف الاوتبوت بتاعها عامل ازاي. يعني انت بتفكر ان هو ايه الحاجه اللي انا بفكر فيها هنا الداتا دي تطلع ازاي. هشغل دماغي كده ها هتعمل ايه هتعمل ايه انا هزود هنا جروب ريليشن مثلا الاوثر جروب ريليشن. طب هي حاله المشكله هي حل باطن المشكله يعني محتاجه انتروديوس حاجه جديده او احل حاجه ثانيه. هي الموضوع ايتريتيف ده مش الاوبتيمال سوليوشن في كل حاجه.
بس انت دايما بتفكر، يعني دايما كل مشكلة اكتر من حل. طيب المثال ده متاخد بدون اي تعديل فيه من الويب سايت ده، as example page tables، بس يعني عجبني وحسيت ان هو بيطبق الفكرة بتاعتنا وبسيط. كان في مثال تاني بتاع اللي هو بتاع الميديكال، بتاع الميديكال انشورنس، بس كان معقد شوية، حسيت ده يبقى ابسط في الامبلمنتيشن. اتمنى يكون الموضوع واضح، اتمنى يكون الموضوع واضح ليكم، مفيش اي لخبطة. واشوفكم بخير ان شاء الله الحلقة الجاية. السلام عليكم.